ديك الصحافه ديال جوج دراهم قبلها غير امريكان امريكان متلجه امريكان دايره امريكان فيها ماتوا الناس طاطا وانا اللي هنايا غادي نعاود لكم واحد القصه فاش كنت في فاش كنت في المغرب كريت واحد الطاسيه من كازا وغادي بيها لتارودان وانا ندير الاخبار باش نسمع شنو واقع ياك ما وقع شي حاجه من داك التراجي ديال كازا لاكادير يقدر شي فيضان فتح لنا ولا شي حاجه يخرج لنا في الطريق ولا المهم ولا شي دوب ولا شي حاجه هذوك الاخبار كامل تنتسنط ما ذكروا لنا ما ذكروا والو تتعلق بالمغرب الاخبار العالميه الشينوا لا والهند التلوث لا وهنا العراق لا وهادي اللي ذكر واحد شويه هو الفتح الرباطي ترينا في غابات المعموره المهم بغيتي اش بغيت نقول من هاد من هاد القصه نقول لكم ردوا البال من عنف المعلومه الا انت كنتي تتقلب شي مواضيع بقى متخصص في هذوك المواضيع وتطحن في هذوك المواضيع ما تخليش شي حاجه تغير لك تخليش تجر لك التركيز دابا مؤخرا طيح الاخبار في ما درتي هكا في هذوك جون المغرب ديك الصحافه ديال جوج دراهم قبلها غير امريكان امريكان متلجه امريكان دايره امريكان فيها ماتوا الناس طاطا وانا اللي هنايا ما تنتسنط اصلا الخبر اللي هنا وصلتني الخبر من هذيك الصحافه وساع من هاد الدراري اللي تيقولوا لي ياك انت ما بيك والو ياك بخير ياك سالم حنا اصلا هنا كاليفورنيا ما تيطيحنا الثلج كاع هادشي اللي واقع بيني وبينو سبعاد السوايع بالطياره واقع ابستيت نيويورك ساكن فيها شي 50,000 واحد وواحد فيهم سميتو انتي سمعتي مثلا شي حرائق ولا شي حاجه متلجه بحال هكا وقلتي صبر نتاكد ياكم ياك خالتي ولا شي خالك ياك ما بيه شي حاجه وغادي تشوف هذيك المدينه وغادي تصوني خالتي ياك لاباس ياك ما وقع لك شي حاجه غتلقاها هي في الباهاماس بعدا تلقى خوات خواتي الاخبار ما تعمرش بيهم وقتك الا ما تيهموكش بتاتا كاع ما داخلينش في الكارير ديالك ما داخلين ما عندكش ماشي نتايا غادي بحال دابا اللي تيتصنتوا الاخبار بزاف وداك الشيء الشوافريا اللي تيشدوا الطرقان باغيين يعرفوا اشنو واقع هذا هذاك داخل في الكارير ديالهم انت من الاخبار ما داخلش لك ما تدير تحليلات سياسيه ما تدير هادي ما تكتب ما تبيض ما اش بغيتي امريكان الا تتسال فيها شي حاجه عندك فيها فيرما عندك فيها ما عندك شيء هو برد